هذا اليوم يوم سبت. وش هي؟ لا توادعني وانا ما لا لا بشتر. ما يضحك يا اخي، انا ما نصدق الله نقعد منه بنضيق مضيق بعصا بدون ما نفكر. والله اقول لكم جزت سبله، جزت سبله، خايف اني توها جاهز انا وادع الليله. ام حق موادع العيون اللي مساحتها وسيعه. صدق اني حاسس ان اللي بيودع الملاعب اليوم يا انا يا ضاري. حتى الدفخ يبي يقول فلاح. انا جاني احساس، تدري ليه؟ هو فلاح، هو فلاح. انا من اليوم مرتب، انا في نبرك ان شاء الله جاي من مضيلف. فيك بركه، يدعو لك انت هالمضيلف. يلا الله اسبوع كامل في مضيلف، يعني ان شاء الله بركتي ان شاء الله نهار. من بزنس واحد ليه يوم كذا ما رتبت الملابس؟ اليوم يوم رتبته عندي احساس، ما ادري ليه. انا ولا انت؟ انا. انت ما في اول مره تطلع؟ اول مره ارتب الملابس. هو يعطينا تشويق اخر شيء. تاج البزنس بركان السند. شكرا بركان السند، دق سلف. اول ما يقول با، اول ما يقول با يمكن اقول لك يلا فيصل. فيصل يمكن اليوم تكون مفاجاه في تاج البزنس. لا لا بعلم. اي عوينات خلف، عوينات مفاجاه يمكن في تاج البزنس. عوينات خلف، عوينات المفارق. طيب صل على النبي. الله يستر. الله يمكن في مفاجات كذا تطلع انت فارق ان شاء الله. ما اتوقع. لا لا تبون العلم يا الربع، تبون العلم. مرمر زماني ما يطلع لو شنو. اعطوني يا شنب ودفله. هلا والله يا يا فلاح من الراجل القديم. تدرون من اللي بيغادر اليوم؟ يا خلاص بالظاهر اللي بيغادر اليوم حد ثلاثة. أتحداك أتحداك التوقعات صح. أنا ما الثلاثة اللي في بالي. يلا أتحداك التوقعات صح. ما كنت ثلاثة من الثلاثة في اللي انتخاب. يا أنا واحد أسقط على نفسي. أنا يا ربي أنا في أصحى ذا الأسبوع كذا ماشي. إي والله شفت حظنا عقب اربع ظروف وضارحه وغاسل يجيب زين. ما هو بقول ثقه في الجمهور، لا قسم بالله انا واثق فيهم ثقه عمياء، لكن يمكن فجوت. لا زلا يمكن فجوت انا الحظ معوكس ولا ضاري ولا محمد السراج. اوه والله العظيم اتوقع اللي بمكانه. خلني اعلمك زيد الرابع ما جاب اللي يتنافسون على تاجر البزنس، ابو سراج وضاري. ولا حط رشيد عشان تاجر البزنس. والله يا الربع تؤمنون بالله؟ اسمع الحين كل واحد يعطينا ثلاثة. الحين الكويت خلص. الكويت اذا جايد عند تاج البزنس نفس مشكلة ال لا ولا عادي؟ لا عادي. لأن جاني كلام ليش؟ ناس من عمان، ناس من الكويت، والله انهم يسألوني، والله من قطر ومن الكويت يسألون، فيهم ناس يعني متابعين لي، وفيهم كثير جماهير من اللي شباب. جماهير لا جماهير الشباب وش شطح. المهم انهم يسالون يقول تاج البزنس نبي عادي احنا يعني نصوت من برا ولا طيب. نفس الوقف. ايش رايك اصدمك بشغله؟ مسموح اصدمك بشيء ما تتوقعه والله. مسموح يصوتون؟ وش الشغله؟ طول عمره يا طول عمره سلام بخصوص تاج البزنس يصوت. اوه مش عاد انت لا تدعم. زين ادعم تاج البزنس يا طول عمره السلامه. دعم ليش نعمكم الجاي؟ انت قلت لنا يدعموا من الكويت، وصدق يدعموا من الكويت ومن دول الخليج كلها، لكن في شغله لو اقول لك اياها تنصدم. اللي هي؟ في دعم جاني من الكويت، لكن بنسبه 80% الدعم نصه بتاج البزنس من السعوديه. ما يلمون. وتحديدا والله ما يلمون. حايل. انت تستاهل يا ابو. والله تستاهل. والله عرفت هالمعلومه يوم اني طلعت فش اسمه اليوم التاسيس الوطني، قابلت عيال عم لي من حايل قالوا ضاري شوف. يوم اشوف انصدمت. والله تستاهل. ثاني نص الدعم من السعودية. والله اللي تستاهل. من خذها في النهاية هذا يرزعك، من خذ الشيء يستاهله. هذا شفت تاج البزنس، شفت النقاط اللي نجمعها، شفت البرايم، شفت كل شيء، كل هذا الاستبعاد. هذه أسباب مسببات من ربي. ولا الرزق مجعول ورزقك مكتوب. وين بتكون؟ متى بتطلع؟ من اللي بياخذ الأول؟ الثاني؟ اللي بيطلع من أول يوم؟ بس هذه اللي تنافس عليها أسباب. صح. الواحد ما اقول انك تتكي رجل برجل، لا انت يا ابو طلال غير ما قدر. ما هو بانك تتكي رجل على رجل انت يا ابو طلال، الله كاتب كل شيء. لا ابذل وراء الاسباب والرزق مكتوب. ومن ظن بالله ما يخيب ظنونه. واللي ما هو مكتوب ما هو مكتوب، لو حالة وجه الرجال دون الله. القلب انت